كل ما يجري على الأرض يشي بعودة الأمور إلى نقطة الصفر. وقائع التصعيد العسكري وتصريحات الساسة وحديث متزايد عن مواجهة كبرى تلوح في الأفق. ليس جديدا أن تطفو البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء على سطح أحداث الصراع الساخن والمتجدد والمتشعب بمختلف تداعياته وانعكاساته. فالمنطقة تحاصرها قوات الجيش الوطني منذ أشهر، وتتحدث الأنباء الراهنة عن تقدم قوات الجيش الوطني على أكثر من جبهة بعد صد هجمات عديدة للميليشيا خلال الساعات والأيام الماضية. ذكر أن قوات الجيش الوطني تتحرك من موقف الدفاع للهجوم. هل تنتصر المدافع على الجهود الدبلوماسية أم ستسبق خارطة الطريق الأممية خارطة الحل العسكري؟ وما هي الخيارات المطروحة أمام التحالف العربي في هذا التوقيت؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان اليمنيين وتبحث عن إجابة، لكنها تتعثر وتصطدم بتعقيدات الصراع وكواليس الجهود الدبلوماسية، بينما تجد في حديث الساسة ما يشي باقتراب أم المعارك فعلا. يقول رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تقترب بشكل كبير من العاصمة صنعاء، مشيرا إلى قرب صدور أمر أو قرار رئاسي للقوات المسلحة بتحرير العاصمة ما لم تنصاع الميليشيا للحل السلمي. تصريحات وزير الخارجية جاءت بعد حديث عن احتمال فشل المفاوضات، حيث قال الوزير إن ثقة الحكومة في المبعوث الأممي اهتزت بعد تقديمه مشروع خارطة طريق لم تلتزم بالمرجعيات الثلاث للمشاورات، لكنه أكد أن الحكومة لن تجازف بتنفيذ أي اتفاق قبل تنفيذ خطوات بناء الثقة تعتمد على وقف إطلاق النار وفك الحصار.